نرمين رح ننتقل لمحطتنا التالية لليوم ضمن فقراتنا بصباحنا غير، ورح ندخل فيها من بوابات عالم الطفولة ونتعرف على الطريقة المثلى لقضاء العطلة الصيفية التي جاءت في وقت مبكر نتيجة للظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد. نرمين صحيح سالي، وبمساحتنا الاجتماعية لليوم راح نتابع حديثنا بموضوع التعليم المنزلي وأهدافه وطرقه ونتائجه والاستفادة من فصل الصيف مع الاختصاصية الاجتماعية رندا علي ديب. صباح الخير رندا. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، سعد صباحكم. يسعد صباحك رندا، ورمضان كريم عليك وعلى عائلتك. بداية خلينا نحكي عن التعلم المنزلي. مثل ما بنعرف يعني الأطفال عطلوا بكير ونجحوا أيضا على الصف الثاني أكيد مثل ما بنعرف الكل، يعني وقضوا وقت أكبر بالبيت، يعني كانت تخلص المدرسة مثل هالوقت ويقعدوا بالبيت، ولكن قضوا وقت أكثر. قديش كمان فينا يعني ضمن المنزل يكون في مساحة يعني نقدر نستفيد منها والأم تقدر يعني تعطي وقت للطفل ليستفيد أيضا؟ هلا اولا ما اغلب الاسر ما كانت لسه مهيئه لهذا الموضوع اللي هو التعليم المنزلي. نعم. رغم انه هو كثير متعارف عليه، وهو متعارف عليه بدول ثانيه بيعتبروه انه هو نظامي وهو بديل عن التعليم اللي بيصير بالمدرسه. هو ليش كثير مناسب؟ هو مناسب للاعمار اللي بتكون صغيره اكثر، لانه نعم. بيفتح هي الابواب بين الام والطفل. هلا اغلب الملاحظات اللي بنسمعها انه لما بتجي بتقول انه انا ما كنت بعرف انه طفلي عنده هالامكانيه بيقدر نعم. ينجز هي القصه او بيستوعب علي بسرعه. اكتشفوا مواهبه. تماما، اكتشفوا حتى عادات بعض وكيف مفاتيح نفسيات بعضهم. لهيك نحن كيف انا فيني شو هو التعليم المنزلي؟ هو بديل عن التعليم المدرسي، في له اتجاهين، او بيكون هو انا حسب ما بجيب المنهج الاساسي اللي هو بالمدرسه، سواء اذا كان مراحل ابتدائيه مثلا، وانا بعلمه لابني وبخليه يمشي فيه نفس نظام الحصص الدرسيه، ولكن خلال الدوام يعني ما بيكون دوام، بيكون هو تواجده بالبيت. الجهه الثانيه هو اللي بيكون النوع الثاني، هو بيكون اكثر مرونه، هو اللي مناسب محور حديثنا اليوم، اللي مناسب للاعمار الاصغر، الاطفال اللي بعمر الروضه. نعم. اللي هن بيكون انا كيف فيني استخدم كل شيء امكانيات موجوده عندي بالبيت ببساطه لحتى افتح ابواب علميه لطفلي لحتى بالمستقبل يكون اكاديميا متميز، وبنفس الوقت اعطيه هاي المهارات واعطيه هاي الامكانيات وحرك له مجال الابداع والتفكير عنده. نعم. رندا قلتي انه التعليم المنزلي هو عم يكون فعال اكثر للفئات العمريه الصغيره وله ادوات، خلينا نتعرف شو هي الادوات اللي ممكن نحن نستخدمها بموضوع التعلم المنزلي. هلا اهم اداه هي المرونه. كيف يعني هي المرونه؟ يعني انا ممكن اعطي معلقه واعطي مثلا اي شيء من مواد البيت وخليه مثلا ينقلهم من صحن لصحن، فانا هون اعطيته مهاره بكل مرونه، خليته انا لعمر اكبر بعدين يكون عنده تآزر مناسب، يقدر يكتب بطريقه مناسبه. انت اشتغلت على انتباهه بهذا الموضوع، هو نشاط كثير بسيط ومن ادوات المنزل، بنفس الوقت قضت الام وقت فعال مع ابنها. من شو من مثلا انا ممكن كمان يكون في عندي ادوات، في كثير شيء اساسي انه انا اعتمد البساطه، اعتمد الامكانيات المتواضعه اللي موجوده بالبيت، ما يكون في مبالغه مثل ما ذكرنا، تستخدم ادوات المطبخ، تستخدم اللي نحن هلا كثير متعارف عليه المونتيسوري الحياه العمليه، اللي هي انا اي شيء من موجودات البيت فيني اعمل منه نشاط، اشتغل على التآزر، اشتغل على الانتباه، اشتغل على التركيز، اقدر حرك مجالات الابداع عند الطفل، يعرف انه انا مثلا شو استخدامه للاعمار الكبيره، نحن من نحرك لهم ابداع مثلا اعطيني 10 استخدامات للقلم مثلا غير اني اكتب فيه. بنفس الشيء الطفل انا ما فيني احاوره بهي الطريقه بعمر الروضه، فانا بعطيه هي المواد البسيطه وبخليه هو عن طريق الاكتشاف وطريق وبيقضي وقت كثير منيح.
من موضوعنا كمان انه نحن بدنا نحكي شو هلا بالصيف الوضع بيكون كثير اسلس واحسن، خصوصي اذا كان في مساحه بالبيت بتساعد. صح. استخدم الالعاب المائيه، استخدم اذا ممكن انا من باب المرونه مثلا ممكن انا اجيب حوض صغير حط فيه تراب او رمل، ممكن حط له بقلبه مثلا مكعبات ملونه خليه علمه يفرز الالوان احمر لحال الازرق لحال. هون انا اشتغلت على الفرز والتصنيف، هدول المهارات عقليه وادراكيه كثير مناسبه لبعدين لحتى يكون بيفوت على مجال اكاديمي بطريقه كثير مناسبه ومريحه له. نعم. يعني رندا قديش كمان الطفل يعني الام يكون عندها خلق لهذا الطفل، لانه يعني في اطفال مثل ما بيقولوا صعب التعامل معهم، هيك شوي حادين نزقين شوي، يعني صعب التعامل معهم، ممكن يعني تعطيه شغله يزتها ما بده اياها. كيف هي الام تقنع هذا الطفل؟ قد يكون عندها مهاره ولا تقنعه يعني بانه يتقبل هذا الشيء؟ خصوصي هلا على الصيام. عن جد؟ تماما. بيكون بلش بقى هي معصبه ومنخفض نسبه السكر بجسمها، ما عاد فيها بقى تتحمل ضغط، وهو بقى ببلش كل شيء زرافه بتطلع. هلا هي الفكره انه انا بقول ما في طفل بيعذب، في طفل له طمع. صح. تماما. خصوصي بامه. تماما. بكل طمع بامه، وهي الطمع بتجي اغلب اللي بيسالوني عليه انه انا كيف بدي اتخلص منه، اقول لهم ما في ثبات، انا اليوم بعاقبه مثلا انه كب هي الشغله، بعد بشوي بزعل عليه فانا بسامحه فيها، فهو ما عاد عرف انه هي بدها تزعل وضل عم بحكي ولا بدها ترضى، فبضل بيكرر ليضل يستكشفها هي كيف في يلفت انتباهها له ولو عن طريقه استفزازيه، لانه بيعرف هو خلص ضامن محبتها له. تماما. تماما. لهيك نحن دائما لما انا بشوف مثلا طفلي اعطيته نشاط فكبه، فانا ممكن يكون في عندي قوانين معينه، رولز معينه اشتغل معه، انه انا يلا لح مثلا عد لك للعشره رح نضب كل شيء منه، خليه هو يصلح الغلط اللي عمله، ما انا اخذ عنه هاي المهمه، بالعكس هيك وقت انا انشغلت عنه وانا عم ضب الشيء اللي خرب، هو حيكون عم يفكر بشيء ثاني يخربه، لانه هو عجبته القصه، حيفكرها انه هو عم بضيع وقت بطريقه مسليه بالنسبه له. صحيح. تماما. فهي من الطرق البسيطه. رندا، تعودنا الامهات او حتى الجدات يستخدموا موضوع الحكايه ليوصلوا فكره للطفل او حتى يعلموه السلوك، اليوم بالتعليم المنزلي قديش فينا نعلم الطفل السلوك؟ المهاره عم نعلمه اياها سواء العد او يتعرف على الاحرف، ولكن كيف فينا نعلمه عن طريق التعليم المنزلي سلوك معين؟ تماما. هلا دائما انا بقول انه اول خطوه هي النمذجه والتقليد، بعدها انا بنتقل للمحاكاه عن طريق القصه، لهيك انا دائما لما بكون الام هي والاب كمان تماما، يعني الاشخاص الراشدين اللي الطفل هو بياخذهم قدوه، لما بيكونوا هن بيسلكوا سلوك معين فهو بشكل تلقائي رح يتعلموا هذا الطفل. في سلوكيات ثانيه نحن بنغيرها بقى عن طريق القصه وعن طريق الحوار، واساله كيف هيك، شو عطيني رايك اذا صار هذا الموقف انا شو فيني اعمل؟ نعم. يعني رندا قديش الطفل ذكي ولكن بطيبه، خلينا نقول ذكائه دائما مثل ما حكيتي هلا في فكره كثير مهمه انه بيحاول يكتشف امه شو رده فعله، وهذا دليل على ذكاء ولكن بطيبه خلينا نقول بعيد عن الخبث. يعني دائما معلومات كبيره بتقدمي لنا اياها ضمن هيدي الفقره، وخاصه مثل ما ذكرتي بفتره الصيام ايضا، وخاصه الامهات شوي هيك تخفف من الحده على الاطفال، ولكن في اوقات معينه ممكن تاخذ قرار بالعقاب او بالتسامح. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا لليوم رندا علي ديب، وان شاء الله هيك رمضان كريم عليك وعلى عائلتك. ينعاد عليكم يا رب الخير. شكرا لك رندا. شكرا. اهلا وسهلا.